بقى نقطة ما ضمنش البقاء ديالك. حنا حتى نقطة ضد فريق الرجاء البيضاوي إيجابية بالنسبة للمغرب التطواني، كنتمنى من الله باش نجيبوا نقطة ونفرحوا جماهير المغرب التطواني إن شاء الله. غير باش نستريحوا من هذا اللقاء. كما نقول لك أنا ما نقدرش نلعب ضد الفريق ديالي، الفريق الأم، وسيرتو تلعب في كازا جات حشومة، أنا ما نقدرش نلعب.